جنادي للعزم حلق بفنك للسما صباها لو رحب برض دواقه يا هلا ديم مطرع دوس حب برنامج فيكم على يا مرحبا لو رحب يا مرحبا لو رحب المجد منا كل حب والقلب عنكم ما سلا وضيوفنا ذوق وادب وحبورهم كل حلا يا مرحبا لو رحب 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 برض دواقه يا هلا ديم مطرع دوس حب برنامج فيكم على يا مرحبا لو رحب يا مرحبا لو رحب المجد منا كل حب والقلب عنكم ما سلا وضيوفنا ذوق وادب وحبورهم كل حلا يا مرحبا لو رحب 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 برض دواقه يا هلا ديم مطرع دوس حب برنامج فيكم على يا مرحبا لو رحب يا مرحبا لو رحب المجد منا كل حب والقلب عنكم ما سلا وضيوفنا ذوق وادب وحبورهم كل حلا يا مرحبا لو رحب يا مرحبا لو رحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، يا هلا وسهلا، يا هلا ورحب ومئة رحب، يا هلا وغلا، يا مرحبا بكم ملايين في حلقة جديدة من فقرتكم هلا ورحب في برنامجكم برنامج الذواقة مع متسابقينهم الرائعين، ومع كذلك أنتم مشاهدينا الغالين اللي بدعمكم وتفاعلكم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى استمر هذا البرنامج ونجح وتميز. في البداية ما أودي إلا أقول الله يحييكم جميعا ويحيي ضيوفنا اللي راح نتعرف حنا وياهم بإذن الله بعد قليل، بعد أن أقول لإخواني المتسابقين إنكم أنتم والله العظيم بدون مجاملة إنكم مبدعين. مرت أيام كثيرة على البرنامج صراحة، اللي قاعد أشوفه من إبداع وتميز والله العظيم إنه يثج الخاطر والصدر ويفرح الواحد، وشكرا على هذه العزيمة، شكرا على هذا الاستمرار. إيه والله في الذمة، لأن يوم تمعن صدق وشفت الأيام اللي راحت قلت يا ود الشباب ما شاء الله عليهم، ما في ما حد تعب، ما في ما حد شوي برد، كل شوي حدث، كل شوي يعني ما شاء الله تقلدون فقرة، تسوون مبادرة، تسوون فكرة، تحطون بالونات في السماء، يعني بشيء مسوين شغل حلو. لكن ما شاء الله تبارك الرحمن، بدون مجاملة صراحة الشغل طيب في الأيام الماضية كلها. الكلام ذا ما يعني أنكم سويتوا اللي عليكم وخلاص نقفل البرنامج، لا، احنا نقول شكرا على الاستمرار لكن نطمح للمزيد، لأن عندكم والله أكثر وعندكم أفضل من كذا. هذه خاطرة كذا من أخوكم الصغير في البداية قبل، الله يسعدك ويبارك فيك. طيب خلونا في البداية نرحب بضيوفنا الغالين. اليوم عندنا ضيوف مميزين، عندنا أربعة ضيوف جونا من جمعية غالية ورائدة مميزة. اليوم نطمح أن بإذن الله نوصل إلى الأجوبة اللي المشاهد يبغى يسأل عنها، اللي المتسابق يبغى يعرف عن جمعية رفاق أكثر وأكثر. اليوم مستضيفين الأستاذ ركان شاقي، رئيس وحدة المواد التنموية والمالية في وحدة التنمية والموارد المالية. يا سلام عليك، يعني اليوم التدفق وما تدفق وكذا، ركان اليوم بنشغلك بإذن الله تعالى. الله يعينك، كلي لكم الله تحمل. ركان سعيد جدا بشوفتك على أرض الواقع، أنا أسمع بك دائما خلف الكواليس لكن اليوم سعيد جدا بشوفتك على الحقيقة. يا الله يجعلنا تحسن ظنك. بندر صار راعي محل ترى، خلاص انا بدخل مسابق معكم. بندر راعي محل ما يحتاج. والله مرحبا يا بندر، الله يرفع قلبك. شلونك؟ الله يبارك فيك بخير ونعم. يا هلا، شلونكم انتم طيبين؟ المحل محلكم والله. تسلم، الله يرفع. محلنا لضيوف رفاق. الله يسعدك. اي والله اني صار يعني انا احس مشاعر ركان يعني في الموارد الماليه يوم يشوف والله التدفق طالع ويشوف في تبرعات، يا اخي تشوف مشاعر ركان ما توصف. والله صراحه هذا اللي خلاني اجي للبرنامج. يا سلام. بعد انقطاع انا قلت ما بيظهر الا لما نتعدل ال 50%. يا سلام. الحمد لله، الحمد لله، الله يجزاك خير. الله يبيض وجهك ولا يهينك يا حبيبي، منورين والله. لا انت ولا بندر. تسلم، الله يسعدك. المباركه. انا لو تشوف هو يتابع المؤشر حق الوقف، شوف الفرحه، هو المكتب بجنبي يعني. يا سلام. اي فشوف الفرحه تصرخ. انا فرحت ترى، ما يلوموني الشباب، يكسر عادي يعني. تحس حذف شماغ. يا سلام. يا مرحبا والله ملي. طبعا الشباب بدينا احنا وياهم الاسبوع الماضي في
سفير الوقف وكان ما شاء الله الشيخ عامر السلامة أبو أمجاد هو سفير الوقف واختار معاون له اللي جنب عبد الرحمن القحطاني أبو راشد واختار الأستاذ يحيى وكانوا هم معاونين له في سفارة الوقف والشباب ما شاء الله قدموا مبادرات طيبة ممكن أن السفير الرائع يعطينا نبذة سريعة كذا تعطينا ليش تعطينا نبذة عن اللي سويتوه الأسبوع الماضي والله بيني وبينك ترى ما إحنا براضين على أنفسنا أيوة. كنا نطمح لأكثر كنا نطمح لأن نزور الجمعية ومن هناك بتنطلق أفكار ومبادرات لكن ما قصرنا يعني إن شاء الله نكون عند حسن الظن للجميع سوينا بعض المبادرات البسيطة على الشاشة هدايا يا سلام نشرنا على السوشيال ميديا يا سلام التقينا مع بعض الشخصيات تقرير جهاز اللي أخذتوه أرسلناه لهم يا سلام طيب ما أرسلت لمن بالضبط ها؟ أرسلت لمن أرسلت لأحمد الصادق أرسله أو عبد الله طيب أحمد الصادق قال حضر الزوال عندك محمد ناصر ليش ما أرسلت له منتج جاهز أنا خليت زيد يشوفه قبل شوي شافوه الشباب نعم طيب إحنا نبغى نشوفه أرسله محمد ناصر ما هي مشكلة موجود والله ممتاز طيب نبي نرحب كذلك بضيفنا طبعا هم اثنين جونا من الجمعية أما اثنين لا جونا من برنامج واقعي طلعوا على الشاشة تميزوا في البرنامج أبدعوا الشخص اللي طلع بموهبة التقديم ومتذوق للشعر وأبدع بطرحه وتميزه الشاعر الجميل المقدم الرائع فيصل المطيري أبو مشعل حياك الله ملايين الله يبقيك أخوي سعد أهلا بك زود وإحنا تشرفنا اليوم أن جيناكم وتشرفنا أن نسلم على الشباب المتسابقين المبدعين اللي حنا من جمهورهم جميع وتراهم مبدعين ما شاء الله تبارك الله ومن هنا إن شاء الله للأعلى الله يوفقنا بإذن الله حنا تعمدنا اليوم أن نكون ثنائية في ثنائية هنا يعني أصحاب وأصدقاء لكن صديقه اليوم لعله في المايك شوي تأخروا عليه الشباب وهو تأخر علينا بعد شوي لكن مناحي بن جلبان مرحبا ملايين يا مرحبا يا مرحبا تفضل أبو جلبان تفضل برضو دواقه يا هلا ديمو مطال حدوس يلا حل السلام نظر أسرع يا مرحبا هلا ورحب يا مرحبا يا مناحي يا مرحبا هلا ورحب يا مرحبا منا كل حب وقلب عنكم أسلا وضيوفنا أهلا مرحبا نورهم كل حلا يا هلا يا هلا والله يا مرحبا هلا ورحب يا مرحبا هلا ورحب ما بتسهل من كبره يا مرحبا نرحب مشاهدينا الكرام بالمنشد الجميل الرائع ناحي ابن جلبان شرفنا اليوم ونورنا مرحبا والله يا ابو جلبان الله يبقيك ويطول عمرك اول شيء مساكم الله بالخير جميعا والشيء الثاني فاعتذر يا الربع على التاخير والله انا اجباري لا بالحبيبي امسي عليكم وعلى المشاهدين ومما يشرفني تواجدي بين النجوم الليله ومعك يا اخوي سعد الله يرفع قدرك ومع ابو مشعل وان شاء الله نحن نقدم الشيء اللي باذن الله على الله ثم رضا مميزين وين ما كنتم وين ما تواجدتم يطول عماركم يا مرحبا رحب بالشباب اللي يعني ما نقول تاخروا لكنهم اتوا في اخر الركب استاذ خالد راكان قدر يا مرحبا طول عمرك لبيه تاخر لازم يفتح الجلسه ابشر على خشم بس بتاكد من ابو امجاد الشباب يقولون ما وصل لهم المقطع موجود ليتك تروح ليتك تروح الكنترول تشوف تواصل معهم لا لا باذن بيض الله وجهك لا انت لا رنت اليوم مثل سعدون يقول يا مناحي ان عشان اتاخر شوف هذا من اختبار اي من اختبار الضيوف ان الرجال ما مده ياخذ نفس ما مده يجلس هذه متفقين عليها شفت شلون ويقول خله يسمعنا على طول فأنا ما أقدر أرد سعدون في أي شيء يعني حتى القناة بكبرها ما شاء الله ما ردوا سعدون على والله خشمي سعدون قال يا شباب في فقرات نبغى نقللها قللوها الإدارة أنا ما أدري هل هو المدير ولد الإدارة ولا هو ولد المدير وطلعوني إبراهيم من الأسبوع اللي راح ثاني بعد ورجعوك رجعت تمويه تمويه هذا يبدأ هو الوحيد بدون وقت بذراعي ما يلمون والله الخوف يا الخوف ما شاء الله هذا الرجال ما شاء الله تبارك الرحمن طول مترين يملك عضلات تبارك الرحمن اكيد كلنا بنخاف منه يا سلام عليك اجي خلاص خالد هي انت تقول هي بالقلب صح خلاص بعد فقره هلا ورحب تعال انت وسعدون هنا عز الله وانا بتابع البث عز الله بشربي كفو والله اي والله اي والله دلعي على الصدام يا سعدون انتظروا مشاهدينا الكرام باذن الله بعد فقره هلا ورحب ان شاء الله في مطارحه ترقبوها وانتظروها وانا راح اتابع باذن الله البث بعد الفقره بشوف
هل خالد يستطيع أن يغلب سعدون أو سعدون يكون هو الفائز في هذه المطارحة؟ وأنا من جمهورهم الاثنين، اللي يفوز أنا عده صديق لي إن شاء الله. الله يعيننا على فريق الخير، أنا ما أحب الشر ولا أحب المشاكل، لكن المقصد يعني نسوي محتوى في البرنامج، صح ولا يا وائل؟ أحسنت أحسنت. طيب مناحي أبو جلبان مرحبا، طلب سعدون على والله خير، تنقذني طال عمرك. أبشر والله بالسعد، اليوم ما جينا إلا في رضاكم جميعا. الله يسعدك ويبارك فيك. أسلم صدى له أنت يا مهندس، يعطونك الشباب صدى وسبيكر وضبطونك ما عليه. منيب ها؟ صدى يا منيب. أوه يا أخي ذكرتنا أنت أيام. الله الله وليه يا نور عيني بان منك الجفا، ليه يا جنة الدنيا ولذاتها، يا قمر نصف شهر كامل بالوفا، وارحم العين يوم تهل عبراتها، وارحم العين يوم تهل عبراتها. سلامتكم جميعا. الله يطول عمرك. تراني في حمان، اعطوني بس شوي وامشي. ادري سعدون الله يطول عمرك. صوتك صحك الله يبيض وجهك، وجهك العدل، صوتك ولهنت. ابو امجاد بشر ارسلناه ان شاء الله. الان ارسلت، لكن قبل ارسلته والله للصادق، يمكن رقم او عبد الوهاب ما ادري واحد منهم، ترى ما احفظ اسمائهم، اعرفهم بالاشكال. شكلك مرسله ل خاصه تقول وائل، اقول تشابهون احمد وعبد الوهاب ما يفرق بينهم وما في اي شبه، لكن انا احس انه مرسله لابو الهاشم. العلم على مشاهد يمكن ولا مرسل الشاه في جدة. نعم على مشاهد والله ما أدري. أنت أول شيء قلت لي مرسل أحمد الصادق، بعدين خلاص أهم شيء أنا أوصل يا أبو حمود. لا تدقق زين، أنا أحتاج معلوماتي تقول في الفقرة، أحتاجك تدقق منها زين. لا لا موجود خلاص. طيب يا الله الحين عند أبو هيثم بس. لا أنت يا أبو مجاد إن شاء الله نحاول أبو هيثم نقدر نطلع معنا، أنا متحمس والله أشوف اللقاء اللي يسووه، كان يمدي ناخذه معنا في الفقرة اليوم يكون جيد جدا. بندر السماري حياك الله مليك. هلا وسهلا. مرحبا ومسهلا. يا هلا بك اكثر. احنا يعني زرتنا في بدايه الفقره، كنت اول ضيوف علينا في هذه الفقره، سعدنا بكم وتعرفنا اكثر على رفاق، ويمكن المشاهد اللي تابعنا او انه يرجع لفقره هلا ورحب اول فقره يوم جانا الاستاذ وليد شدوخي وابو عبد الله وبندر السماري، فتكلمنا بالخيال ان دخلنا حائل ثم رحنا وقفنا عند جمعيه رفاق ودخلنا مع الباب ورحنا وكذا، باقي الماليه ما زرناهم في الزياره صح. بنجيهم الحين ان شاء الله، ربهم بعد يضبطونا يشوفونا جوله ثانيه ولا شيء. فعرفنا يعني عن رفاق الشيء الكثير، لكن انا ودي ان نرجع شوي الى رمضان ونتعرف احنا وياك اليوم على المشاريع اللي موجوده اللي سويناها او اللي سويتوها انتم عفوا في جمعيه رفاق. فمن رمضان مثلا وش هو أبرز المشاريع اللي دارت إلى وقتنا الحالي؟ رمضان والحج وعيد الفطر وعيد الأضحى. جميل. وش أنا سعيد جدا صراحة بتواجدي خاصة بالبرنامج الذواقة مع الله سعد يبارك فيه. صراحة من أميز برامج ومن أفضل المتسابقين صراحة اللي رأيتهم. إيه تقول كذا عشان جينا ركام مرة ثانية. كثر من الكلام. إيه ما عليك هين. في كم يعني مشروع او برنامج قدمناه بالجمعيه، يمكن من ابرزها كانت فطور رمضان مع الايتام، وللحمد يعني جمعنا جميع ايتام الجمعيه يا سلام، واقمنا فطور رمضاني بمشاركه الكفلاء الجمعيه. ما شاء الله. اي كافل عندنا يشارك الايتام الفطور يا سلام، يرى الاثر قدامه، يشوف اليتيم يعني مبسوط، اليتيم قاعد تصله الكفاله بشكل صحيح يا سلام، الكفاله التعليميه، الكفاله الشامله. ولله الحمد هذه من ابرز المشاريع اللي صارت برمضان، طبعا غير مشروع البرنامج اللي هو اللي احنا كلنا ناقف على رجل واحدة اللي هو العمرة يا سلام، وتكلمنا عنه قبل مع بعض. جميل والله، شفنا مقاطع كانت حلوة جدا. نعم. وصارت في مبادرة، أحد المبادرات بعد عيدنا أمير المنطقة، طبعا أمير المنطقة عبد العزيز بن سعد هو الرئيس الفخري للجمعية ما شاء الله، فيوم العيد حبوا الأيتام أنهم يعيدون الأمير، فرحنا الأمير عنده بالقصر وعايدنا الأمير ما شاء الله، أو بلا صح هو عايد الأيتام يعني بالعيديات. تبارك الله. طبعا هذه من أبرز الأشياء اللي صارت.
كذلك ما ادري يعني مشاريع برامج كثيره يعني حصلت خلال الفتره هذه. وكان الزياره دي ما شاء الله الحاله برنامج ما شاء الله تبارك الله فرحه العيد ما توصف صراحه. اي طبعا ولله الحمد كان له اثر كبير جدا جدا على يا سلام الله يبيض وجهك ولا يهمك. استاذ ركان حياكم الله. ليه انا بجيب سؤال من كلام انت قلته سم، ليه ما جيتنا الا تقول بعد 50%؟ يا مرحبا حياكم الله. اول شيء انا والله فخور جدا انه يكون متواجد ضمن هالكوكبة من النجوم. جلسنا مع بعض الشباب قبل اللقاء المباشر فشفنا انطباعاتهم وافكارهم، شكرا من القلب صراحة. يا سلام. اما هذا السؤال فاجيبه قدام الجمهور صراحة كان يوم طلعوا الشباب قلت كفيته ووفيته، لكن انا رجال خلوني مرحلة ثانية. يا سلام. ليه؟ لان ما يقارب 50% من المرحلة الأولى، المرحلة الأولى كانت ضخمة صراحة، وإن شاء الله إحنا قادرين 25 مليون 25 مليون نعم. بإذن الله تعالى قادرين إحنا نغطي بإذن الله المرحلتين بإذن الله تعالى بعون الله وتوفيقه ثم جهودكم. هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني ما يتعلق بكلام بندر، أنا ودي إني آخذ زوم شوي مثل الكاميرات قدامنا. يا سلام. إذا تسمحوا لي شوي. حلو. الآن المشاريع اللي قاعدة تقام، احنا لو نفكر على مستوى الجمعيات، في جمعيات متخصصه صح؟ صحيح. جمعيه رفاق ترونه مثلا هذا اليتيم، خلينا نتصور تصور هذا اليتيم اللي قدامي، انا اخدمه مو من جهه واحده فقط، انا اخدمه من كذا جهه. بذكر لكم بعض الاشياء اللي عشان تتصوروا الموضوع. الان احنا داخلين على موضوع تملك الاسر للمساكن، ما شاء الله تبارك الله. فكذلك داخلين على موضوع الحج، ان كل الاسر يسقطون فروضهم. ذكرت انا دخلت وانا في منى على موضوع الحج، ان كم النسبه وكم، لان عدد الاسر الان 4500 يتيم ويتيم. كم الحج الان؟ حجوا الان قرابه ال 400 او اللي قرابه ال 450. كم باقي؟ يعني ترى ما يقارب 10%. كم البقيه؟ هذا على مشروع واحد. انا باخذ الزوم الان في جمعيات متخصصه، جمعيه في المسكن، جمعيه خاصه في الاسكان صحيح، جمعيه تجيك خاصه في السقيا صحيح. رفاق تخدم جميع ما يتعلق بهذا اليتيم، وهذا فكره انشاء الوقف، ان الوقف يدر على كل المحيط هذا اليتيم، من عمره، من حج، من غذاء، من مسكن، من سداد فواتير، من اجهزه كهربائيه، الى موضوع يمكن ذكروه الشباب المطحنه القهوه، والله حطينا ضمن الدليل خدمات المستفيدين ما شاء الله تبارك، بحيث ان ما يقصر هذا اليتيم قاصر ابدا. هذا يمكن فكره او كموضوع على موضوع المشاريع ذكر اخوي بندر. الامر الثاني في موضوع كم الفواتير اللي سددت من بدايه السنه الى هذا الى هذا اليوم؟ قرابه 300 فاتوره. المبلغ تجاوز 1 مليون الفواتير الكهرباء. هذا يمكن كفكره البرامج الرعويه. وكذلك لقى طوالتك ابو حمود لا اله الا الله محمد رسول الله، كم خدمه تقدم لليتيم؟ يعني احنا اخذنا زوم صح؟ جميل. ايه كم خدمه قاعده تقدم لليتيم؟ هذا مثلا اليتيم كم خدمه قاعده تقدم له؟ 40 خدمه رعويه، يعني ماء يحتاج، غذاء يحتاج، كساء يحتاج، تعليم. التنمويه لا، يحتاج وظيفه، يحتاج انه يكون تدريب، تدريب وتاهيل انجليزي، ايش اسمه، حاسب الي. 50 خدمه تنمويه ان ينقلوا من، و40 خدمه رعويه مباشره لليتيم. يا سلام. ممكن هذا الزوم ممكن ياخذ تصور للمشاهد. وهذه ترى من الاسئله الكثيره ابو حمود اللي وردتنا الفتره الماضيه. طيب انتم يا رفاق، هل انتم بسداد الكهرب ولا بلحج ولا اسكان؟ وللمعلوميه الى الان اللي يتملك من الاسر 80 اسره ما شاء الله من بدايه الجمعيه. طيب يعني واحد يريد سؤال، كم عدد الاسر في رفاق؟ 1380 اسره، قرابه 1380 اسره. 1380 اسره، كم اللي ما تملك البقيه؟ والله هذا في بون شاسع. صحيح. جدا. والحمد لله من المفاخر بدايه السنه خلال 6 شهور
وحدة خدمات المستفيدين الله يجزاهم خير، خدمات اجتماعية، انهم ملكوا ما يقال 14 أسرة تمليك بيت ما شاء الله العمر. وبالشيء اللي يجي على ما يقولون العمل اليومي هذا، التبرع اليومي بإذن الله بعد كم سنة نقول 1380 نقول خلاص كلهم تملكوا بإذن الله منازل بإذن الله تعالى، لأن الكل يطمح أنه يكون في منزل ملك، يفتك من الإيجار، يفتك من الأمور والتفاصيل الثانية والنقل، وممكن يغير السكن في السنة أكثر من مرة ويتعب على ذلك، ولا لا يراك والله فعلا. أنا لو تسمحوا لي يمكن خليت فقراتكم كلها بموضوع المشاعر. يعني تخيل أنت تعطي أسرة تفضلي هذا البيت ملك، يعني أنت كشخص الآن وأنت مقتدر الحمد لله وعندك كخطة أنك تشري بيت أو تتملك شيء معين تستانس، فكيف ان هل الجمعيه قاعده تسعى سعيا حثيث على انه تملكك يا هذه الاسره الفلانيه بيت بيت العمر يسمى. وكذلك حتى دخلنا على موضوع السيارات، دخلنا على موضوع الرخص. يعني الان اسره تبي تصدر رخصه، طيب الجمعيه قاعده تسير لكم الخدمات في خطابات والى اخره، وكذلك في موضوع الرخصه ان الجمعيه تدعم الرخصة دعم مباشر ما شاء الله. فهذه كل المعلومات والمشاريع هي تستمد من هذا الوقف بإذن الله تعالى، إذا تم أن جميع هذا الريع يكون للخدمات اللي ذكرنا 90 خدمة. وبإذن الله تعالى احنا الفترة الجاية في استراتيجية جديدة للجمعية قد تزود عن 90 خدمة، ما ندري احنا طموحنا عالي ما شاء الله. اي والله وما يوقفنا شيء صراحه، طموحكم مهم. وشراكتنا مع المجد المبارك الله يجزاكم خير، انتم شلتونا. يعني اللي اذكر ابو امجاد الله يفتح عليه واخونا قحطان عبد الرحمن شوي يقعدون يقولون افكار، وشيخنا من حايل عاد متبني هذا متبني الجمعيه فيصل ما شاء الله عليه استاذ، فذكرون لنا مشوان كلام والله يثلج الصدر. يعني ناس متبنين الجمعيه من اهل الرياض وبرنامج الذواقه، هذا صراحة مفخرة، وأنا والله إني أرفع قال لهم صراحة. الله يسعدك، الله يجزاكم خير عزيز وغالي، وكلامكم طيب الله يبارك فيكم، وجهودكم مباركة والله، وبإذن الله أن نكمل وإياكم هذه التفاصيل الرائعة، نتعرف أكثر وأكثر على رفاق ومشاريعها. ومثل ما شفنا والله إحنا لو نوقف نقطة بعد الكلام ذا نقول هذا جهد سنوات قدام، لكن ترى النقطة بعيدة ما يحطونها رفاق على طول، لأن عندهم تفاصيل كثيرة. كذلك حتى ضيوفنا الغاليين منشدنا الجميل مناحي بن جلبان وضيفنا الرائع فيصل المطيري ابو مشعل، مستمرين احنا وياكم في هذه الفقره الرائعه الجميله، وعندنا تفاصيل كثيره برا الفقره وشو كذا مفاجاه بنكلمكم عنها، وممكن يعني اكثركم عرف عنها هي ليله البارحه، ولكن بعد هذا الفاصل القصير وراجي لكم. المجد منا كل حب والقلب عنكم ما سلا، وضيوفنا ذوق وادب احضرهم كل حلا. يا مرحبا هلا ورحب، يا مرحبا هلا ورحب. بإسعادك للأيتام وغرس الفرحة في قلوبهم تكن للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة جوار. جمعية رفاق سهلت لك ذلك وبخطوات سهلة ويسيرة. الآن ادخل متجرها الإلكتروني، اختر التبرع لوقف أيتام حائل، ثم اختر أحد أسهم الوقف أو تبرع بما تيسر لك، ثم اختر إتمام عملية الدفع بالطريقة التي تناسبك، ثم هنيئا لك أجر الكفالة والوقف لمساهمتك في وقف أيتام حائل. تكن معهم وتصنع مستقبلهم. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء. إسعادك للأيتام وغرس الفرحة في قلوبهم تكن للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة جوار. جمعية رفاق سهلت لك ذلك وبخطوات سهلة ويسيرة. الآن ادخل متجرها الإلكتروني، اختر التبرع لوقف أيتام حائل، ثم اختر أحد أسهم الوقف أو تبرع بما تيسر لك، ثم اختر
إتمام عملية الدفع بالطريقة التي تناسبك، ثم هنيئا لك أجر الكفالة والوقف لمساهمتك في وقف أيتام حائل. تكن معهم وتصنع مستقبلهم. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء. دقيقة من وقتك وبضغطة زر تكفى اليتيم وتنهي معاناة أسرة عبر مساهمتك في وقف أيتام حائل، وذلك عبر مصرف الراجحي. ادخل التطبيق واختر أيقونة التحويل، اختر تحويل لجمعية خيرية، من القائمة اختر جمعيات رعاية الأيتام والخدمات الصحية، ابحث أو اختر الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحائل، من حسابات الجمعية اختر حساب الوقف، تبرع بما تجود به نفسك. وهنيئا لك، تجارة لا ولن تخسر فيها بفضل الله تعالى. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء. بإسعادك للأيتام وغرس الفرحة في قلوبهم، تكن للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة جوار. جمعية رفاق سهلت لك ذلك وبخطوات سهلة ويسيرة. الآن ادخل متجرها الإلكتروني، اختر التبرع لوقف أيتام حائل، ثم اختر أحد أسهم الوقف أو تبرع بما تيسر لك، ثم اختر إتمام عملية الدفع بالطريقة التي تناسبك، ثم هنيئا لك أجر الكفالة والوقف لمساهمتك في وقف أيتام حائل. تكن معهم وتصنع مستقبلهم. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء. يا مرحبا هلا ورحب برض دواقه يا هلا ديمو مطرع دوس حب برنامج فيكم على. يا مرحبا هلا ورحب، يا مرحبا هلا ورحب، المجد منا كل حب والقلب عنكم ما سلا، وضيوفنا ذوق وأدب أخبرهم كل حلا. يا مرحبا هلا ورحب، يا مرحبا هلا ورحب، يا مرحبا هلا ورحب، يا مرحبا هلا ورحب، يا مرحبا هلا ورحب برض دواقه يا هلا ديمو مطرع دوس حب برنامج فيكم على. يا مرحبا هلا ورحب، يا مرحبا هلا ورحب، المجد منا كل حب والقلب عنكم ما سلا، وضيوفنا ذوق وأدب أحضرهم كل حلا. يا مرحبا هلا ورحب، يا مرحبا هلا ورحب، يا مرحبا هلا ورحب، يا مرحبا هلا ورحب، يا مرحبا هلا ورحب برض دواقه يا هلا ديمو مطرع دوس حب برنامج فيكم على. يا مرحبا هلا ورحب، يا مرحبا هلا ورحب، المجد منا كل حب والقلب عن. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير. قلنا لكم فيه بعد الفاصل الاشياء راح نتكلم عنها من ابرز الاشياء صراحه اللي اثرجت الخاطر وافرحتنا ليله البارحه واسعدت الجميع، هو زواج حبيبنا الغالي المقدم معنا هنا في شبكه المجد الاستاذ عبد الرحمن قاسم، ويستاهل والله تحيه يا عريسنا. مبروك. ليلة البارحة كانت ليلة مليئة بالمشاعر الجميلة الرائعة، ناس أتوا من مناطق بعيدة، اللي من جدة واللي من خارج جدة، من الرياض، من شمال المملكة ومن جنوبها، صراحة كلها محبة وغلا لأخينا وحبيبنا عبد الرحمن قاسم، ويستاهل صاحب القلب الطيب وصاحب الإبداع والتميز. وكذلك حتى جمهورنا العزيز شاركنا هذه المشاعر من خلف الكواليس. ليلة صراحة لا توصف، حنا البارحة كنا في جدة والليلة احنا عندكم هنا في هلا ورحب في الرياض، وجايين والله بطاقه طيبه جدا. انا شفنا البارح
المشاعر والأنس والفرح والطرب، وكذلك بحضور الزملاء الغالين هنا معنا، الأستاذ هادي الصالح مدير قناة المجد، والأستاذ محمد جمال مدير قناة ماسة، ومعدين ماسة ومعدين العامة ومنتجيها، وكل كذلك الموظفين في القناة، حتى يعني زودنا على أن كل صناع المجد حضروا هذا الحفل البارحة. شاه علم اللي يضبطنا هنا القهوة والشاي واللي يشتغل معنا حاضر البارح ثوب وشماغ ويستاهل والله. وطبعا شاه علم هو مع عذر تغيب اليوم عن حضور البث لحضور زواج عبد الرحمن قاسم، فهو انعذره لأن البارح والله لعب لعب رجالات تعبت، توقع ركبه راحت فيها، ما من الساعة 8 هو على رجل لين قال الفجر الله أكبر ويرحب واقف عند الباب ارحبوا 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 لكن الله يبيض وجهه. وهذا دل والله على أن كل صناع المجد هم على قلب رجل واحد. كواليس ليلة البارحة نشوفها وياكم في هذا المقطع القصير وراجعكم. يا مرحبا ألف والفين بالليل فاو من عربنا بالضيف يا أهلين وسهلين جا من بعيد وتعنا بالضيف يا أهلين وسهلين جا من بعيد وتعنا مبارك للعريسين مبارك للعريسين مبارك للعريسين مبارك للعريسين مبارك للعريسين زغرد بها الطير وغنى مبارك للعريسين زغرد بها الطير وغنى الله يديم العزيزين وهذا النسيم صار منا الله يديم العزيزين وهذا النسيم صار منا مبارك للعريسين مبارك للعريسين مبارك للعريسين. يا سلام يا سلام يا سلام الله يوفق أبو قاسم. طبعاً حنا حاولنا نتواصل مع الرجال لكن الرجال جواله مغلق، فأنا أقول إذا هو يشوفنا يمكننا مشغل المجد بالغلط ولا شيء. إذا تشوفنا عبد الرحمن رد علينا، خلنا نسمع صوتك يكون نطمن عليك، شوفك أنت بخير إن شاء الله. طيب ولا راقد شكله في نوم ها؟ صدقيني على خلاف، صدقني ما راح يرد عليكم اسبوع كامل هو في شيء. طيب أنا أقول خذوا راحتكم في المنتجع، هادي الصالح في جدة و ما في صابر تندار احمد اسمع هذه الصفقه انت اليوم شوف بكره في صابره واحمد الصادق في الطريق توه ما عاد وصل يعني يمدي ساعه ساعه كذا الامور طيبه وش بعد ما موجود وش ما موجود ومحمد الفيد ما موجود فاخذوا راحتكم الامور طيبه ان شاء الله لكن السيد ياسر عباس موجودين هذول ما يروحون ما يحضرون زواجات ما يروحون اجتماعات هذول يمشي مشتغلين عن النقد بس مشتغلين عن النقد والله الله يستر ينقدون زواج عبد الرحمن. خلونا نرجع لضيوفنا الغالين المميزين واحنا نقول يعني عطاري الزواج الله يزوج كل اعزب ويوفقه وييسر امره وانا ما ودي افضح يعني العزاب هنا ولكن كل واحد يعرف نفسه كل واحد عشان يعني في بعض ضيوفنا معكم بعد الضيوف هم اللي يشبعوا لكم طيب مناحي فيصل شرفتوا ونورتوا مرحبا ملايين الله يبديك ويا الله يعني ما شاء الله عليكم دخلتوا برنامج واقعي مثل البرنامج شاركوا فيه الشباب الان وطلعتوا الى الاعلام والسوشيال ميديا وبسالكم سؤال يعني هو مشترك كيف للاعلامي ان يستفيد من مشاركته في اي برنامج شارك فيه سواء كان واقعي او غير واقعي ابو مشعل ترى انا عايز سؤال يكون رسمي ايه أنا بس اسلوبك هو يخلي الشيء عقل لا انا ما احب الرسميه لا ما باخذ راحتي. اول شيء من ناحيه البرامج الواقعيه هي للامانه كل واحد كل شخص يشارك في البرامج الواقعيه عنده طموح يبي يوصل له شر والنشامه والله نعم وهم كلهم ما شاء الله مبدعين. الشيء اللي انت تتعب على نفسك تقريبا 10 سنوات قدام هالبرامج هذه تختصر لك بثلاث شهور يا سلام. فانت اثناء خروج مشاركتك في احد البرامج هذه اعرف انه يعني اعطتك قفزه يا سلام لانه في بعضهم ما يحرص انه يشارك في برامج واقعيه عنده محتوى عنده شيء يبي يقدمه صحيح. بس انه يتعب على نفسه سنين البرامج هذه تختصر لك بمده قصيره بعضهم يصل خلال اسبوعين شهر يطلع
ما يوقف، لأن هذه بداية الانطلاقة لك من تطلع مع الباب. يا سلام. فالواحد أول نصيحة لي، الجميع أخواني الموجودين هم كلهم مبدعين، أنتم كسي في الآن موجود عندكم، فالنجاح وبداية انطلاقة بعد ما تطلع من هنا. في بعضكم ترى يمكن من أول أسبوع طلع تلقاه يستمر، وتلقى بعض القنوات تتواصل معه لأنه شايفين إبداعات وشايفين إيش قاعد يقدم. بعضهم ترى يكمل إلى آخر يوم، بعدها ترى يختفي. نصيحتي أحد يوقف، أي شخص عنده طموح يبي يصله. أنا دخلت برنامج واقعي 10 أيام، أخذت 10 أيام وطلعت، ولكن هل أنا وقفت؟ لا. صحيح أن الواحد ما وده أن يستعجل، لأن بعضهم ترى يحرص ثم يطيح بسرعة. ستيب باي ستيب، خطوة خطوة، بس أهم شيء لا توقف. هذه بس هو مشعل قبل شوي. ستيب باي ستيب. الله الله شغل. فلسدون بس شغل. أنا أقول أنا أدري أن كلمة كويسة. أنا والله متابع البرنامج الذواقة. والله العظيم كلكم مبدعين. أحرجني أبو مشعل الكواليس. قال متابع كل فقرتها لو رحب. اي والله، وانتم تستحقون والله اللي تابعكم. ونصيحتي لكم، كل شخص الان وصل للجمهور، قد ما تقدرون حاولوا ان الى نهايه البرنامج تكونون انتم كلكم مكملين للنسخه، تنجحون النسخه باي طريقه كانت. يا سلام. في بعضهم وكلنا نعرف، وانتم شفتم برامج واقع كثير، في حصل احزاب، يحصل او نجاح شخصي، اي، وبعضهم يحرص انه هو يطلع لحاله، والله العظيم ما راح يستفيد. صحيح. ممكن يستفيد 10%، بس لما يتكاتفون المجموعه ككل، اول شيء النسخه ما هي لفلان ولا علان، ما هي الخالد ولا ركان ولا عبد الله ولا وايل صاحب الصوت الشجي، النسخه ترى للجميع. عجبتني والله، عيدها بالله تقول. أنت تأكد أنك تتابع يوم قلت صاحب الصوت الشجي؟ متابع وبقوة. والله أنا يوم قلت صاحب الصوت الشجي. والله جاي مبروك الشهرة يا راي. بس كذا ضبطت الشهرة. عاد لا تدقق كثير. إيه لا تدقق. فنجاح النسخة ترى باسمكم جميع. وهذا اللي أنا أتمنىكم تحرصون على الشيء هذا. يا سلام. لأن شيء يثلج الصدر فعلا لما تشوف أن نسخة الذواقة يعني متابعة من يعني ما ابغى اقول شريحه معينه، ترى متابع من جميع الشرائح. احسنت. يعني كبار السن يتابعونكم، الشباب يتابعونكم، الصغار يتابعونكم. احسنت. فاستمروا على ما انتم عليه، والله يوفقنا وياك. كلامك هذا كانه يوجه لفهد الدوسري. فهد من اللي خرج. نعم. الله يوفقه. مميزين. هو قال في سنابه ان بدايه فهد وانطلاقته من الان، وهذا الكلام الصح. فهد مبدع مميز وشغال يعني يمكن في الاعلام قبل دخول البرنامج، لكن الشخص اللي ياخذ من حياته ومراحله استفاده وتجربه طيبه يستمر وينطلق. ابو جلباني الله حيه. الله يبقيك. مرحبا بك. الله يسلمك. يعني صراحه انت من الاشخاص اللي نحبك ونعتب عليك والله. جعل ربي يطول. يملك الصوت الجميل، وما نقول يبخل، ما انت بخيل، لكن يقل علينا شوي في الطرح. الله يطول عمرك. لا بشرب بشرب اللي تبونه. كفو. طيب الان ما شاء الله ابو مشعل اسهب واعطانا يعني رحله طيبه في رحله البرامج الواقعيه وغيرها، لكن انا ابي انت من تجربتك الشخصيه وش تشوف السبب اللي لو سالك واحد من السابقين قال انا وش الشيء اللي لو سويته في البرنامج بيفيدني داخل البرنامج وخارج البرنامج. والله شوف، بالنسبه لابو مشعل قال الكلام اللي في الخاطر كله، ولكن ردا على سؤالك، انا اشوف نقطه اساسيه اللي هي طويل العمر والسلامة، عدم التصنع في أشياء كثيرة. يا سلام. الواحد يكون على طبيعته، لأنك إذا تصنعت في حاجة معينة للجمهور مصيرك تطلع وترجع على وضعك الطبيعي ويكشفونك. فالواحد يكون على طبيعته ويحرص جدا على 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 مكسب الرجال اللي معه، ويا طويل العمر مثل ما قال أبو مشعل، لا يحسب أن النجاح في البرنامج بس، بعض في بعض الناس ينجح في البرنامج واذا طلع من البرنامج يطفى. صحيح. وهو كان في البرنامج اسم قوي، لانه يوم طلع ما حرص على نفسه في اشياء واجد، او نزل عنده الريتم شوي في بدايه الانطلاقه بعد البرنامج. يا سلام، بيض الله وجهك. الله يطول عمرك يبيض. نسمع شيء طربي نحي فيه الجو. ابشر والله بالسعد على خشم. يا سلام، ارفعوا لنا يا شباب السبيكر له انتم، واعطوا ابو جربان اللي يبغى اليوم نبغى. ابشر والله. نبغى دوتو بعد اليوم، نبي دوتو، نبي عبد الله اللي تبونه بشروبه. لا 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 لا، نبي سالم بعد. عندليب الذواقه وين؟ اي العندليب. العندليب ما يحتاج. والله يهنيك والله. يا راسي والله يا ابو مشعل، استانست والله يوم انه يتابعنا.
صراحه اي واحد يتمنى يستانس. شرف لي والله اكيد استانس، بس انا مش قاعد استانس على شيء انت ضايع فيه. اسلم ابو جلبان. الله الله يا سلام يا سلام. اموت واحيا واجر من مكان لمكان، اللي اتذكر تعشقي الاول وما طلبي اطنوخه الزين كله الدلع والحنان، الغاده اللي سبت فكري وانا صبي من زينه الطاغي غارون كل الزيان، العنق عنق المها والعين عين الضبي، موت حمر وانت ثنت كانها الخيزران، الحكي حكي عربي والدم دم عربي، سحر البيان اشهدنها صدق سحر البيان، ما هو بسحر البراقع والثم والعبي، فتحت قلبي لها صادق بكل امتنان، قلت قلطي يا بعدهم كلهم وارحبي، قلت ابي من كمان قلت كلي امان، انت فمان الله وفي دقني وفشنبي، عشنا سوى ثم راحت كان ما كان صار، قامت عيوني وراسي شاب وتوي صبي. سلامتكم جميل. الله يطول عمركم البيض ويجيك. جالك تسلم. الله يصح ابدانكم. ترى صوت ابو مشعل ازين من صوتي، بس انه ما يغني واجد. وانا ما فعلا انا اشوف ابو مشعل انه ايد وائل، واضح انهم يشتركون في هذه الموهبه. اي لازم نفس الشيء. انت نافس انا وايد، وفي ان شاء الله عمل بيجمعنا ان شاء الله. انا شفت باذن الله سحر صراحه، انا شفت له مقطع وينشد ابو مشعل وش يقول يوم ان يقول بيجمعنا عمل، ابو مدخ يقول عمل سحر ذا وشاد يكونه. لا حول ولا قوه الا بالله. يا اخي وايل حاط نفسه منشد غصب عن منشدين، ف والله وايل وسمى نفسه هذا الطموح. وسمى نفسه انا بقول اخوي شاعر، انا بقول لك شغله واحده كلب بعد. لا انا بقول لك شغله واحده والله العظيم، وانا اتكلم جد، بالذات في البرامج اللي زي كذا، ترى في ناس يدخلون في موهبه ويطلع موهبتين ثلاث اربع وصارت كثير، بس هذول انت مش تتكلم عن ناس كان عندهم مواهب والبرنامج اكتشفها بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، اكتشف المواهب. لكن اما متسابق يدخل وهو بنفسه يكتشف موهبه يتخيلها، يجي راح رقد وسكن في بيتهم، تحلم قال ايش رايك تصير منشد؟ قال بكره اروح البرنامج منشد. صار منشد شرط لا قال له واحد من الشباب في الاداره انك ما شاء الله عندك موهبه ما يحتاج الكلام عن الاداره، انت كلام الاداره انا والكلام سمعته ايش علي انا واثق من نفسي ولا دخل هنا مش عليهم. قالوا له اخويا انك صوتك جميل ولا الجمهور ولا اي واحد يعني ليه صحيح غير الجمهور. اخوي وايل اقرب استوديو وشرط عملي بيكسر الدنيا والله تم كفو، بس انا بفلوس يا اخي. يعني عبد الله شوف عبد الله يدخل موهبه منشد حلو وشغال على نفسه وتعبان، في الاخير يجي وايل ياخذها بارده مبرده كذا عند اللي بالذواقه. طيب وش ذنبه عبد الله؟ ما راح يقصر، راح يوقف مع وايل وراح يساند. طيب انت الحين مش سمعنا بيتين بعدين انت فاهم مع موضوع وايل. ابغى نسمع منك ابو سم طال عمرك. اسلم من قال سالم يقول وقلبي اللي كل ما لاحت بروق هز ضلوع وشق ستر المحاني، لا خلت براق على نجد من فوق، أموت وحيا واحترق في مكاني، يلعب بي الهاجس وياخذني الشوق ويهب ريح الشيح والزعفراني، برد الشتاء شب الحشاء وامطر الموق، وادفيت نفسي بالقصيد وكواني مع كل نفحة برد ونه وطاروق، لين انكسرت وجاني اللي كفاني، يا ليل علم ربة الحسن والذوق،
بنت رجال أهل الشيم والصواني. يا ليل أنا مبلي وعاشق ومعشوق واللي دها مجنون ليلة دهاني. أسامك أسامك يا شيخ فيصل. أنا دهاني والله دهاني والله رفاق عندهم الإبداع المميز الرائع اللي بنشوفه في هذا التقرير ونرجع نعلق عليه مع أخونا بندر إسماري. عم الضياء عليك حائلة وانتشى من مركز يبني الرسالة والقيم فيه تعلمنا وفيه راسنا بالبذل نسقيه وبالإنجاز تم. هذا رفاق ففيه طابت رفقة بدت تواري النجود وعزم دائم بمحبة. هذا رفاق وبالأخوة يتسم عم الضياء عليك حائلة وانتشى من مركز يبني. يا سلام يا سلام. الله الله الله. قرية السعادة بندر إسماري، وش العمل الرائع اللي شفناه قبل شوي؟ الله يسلمك. وش فكرته وش قصته؟ عطنا احنا شفنا الفيديو وانبسطنا، نبغى نعرف الفكره والعمل هذا لمن. ابشر. هذا طبعا نادي الفتيات ما شاء الله، يعني بناتنا برفاق مبدعات بالحرف اليدويه بالمهارات. فطلعت فكره انه ليش ما المهارات هذه ننزلها بالواقع، يعني ندربهم بالواقع اكثر. طلعت فكرة قرية السعادة أنه يكون في بوثات، كل بوث على حسب المهارة اللي تمتلكها البنت. يا سلام. يعني مخبوزات، رسم، ما شاء الله، واحدة والله ودها أنها تكون دكتورة، فمع الشركات مع المستوصفات وفرنا أدوات الطب هذه والسرير فعاشوا جو. يعني أنه سوينا دعوة للمستفيدين الجمعية من الأمهات والبنات، فتدخل البنت تمر كذا كأنه مصرف، تأخذ فلوس تروح تشري. يعني أحد البنات أنا عندنا الله يحفظه يصلحه عندهم منحلة، يعني يطلعون عسل وزي كذا، فحطوا له بوث عسل ما شاء الله زي كذا، ولابسين لبس شفتم كل لبس اللي حقت النحل هذا وكذا، ما شاء الله. فعاشت جوه كل جاء كامل جوا يعني ما شاء الله تبارك. أي والله. فجت الفكرة بسيطة هذا. الله يسلمك. يعني كذا أنتم تلومونا أن نقول ترى الفلوس اللي تروح رفاق ما هو بأكل وشرب بس، ولا مسكن ولا سداد فواتير وكهرب. التبرع اللي يروح الرفاق أكبر من كذا. ويمكن قبل شوي أبو تركي يقول 50 مشروع تنموي و40 مشروع رعوي. أنا أقول أنت شخصك الإنسان الوحيد هذا ما تقدر تحط لنفسك 20 مشروع تنموي، ما تقدر تسوي. يمكن تدرس وتوظف وخلاص، لكن ما تبي أحد يحتويك ويعطيك دورة تدريبية ويطورك ولغة لكن ما شاء الله شوف رفاق اهتموا بكل التفاصيل دي عشان لا طلع اليتيم ما يقول والله أنا ضعيف ما أهتم بالجوانب اللي عندي لا في تنمية ولا في رعي. لكن ما شاء الله تبارك الرحمن رفاق وفروا لهم كل السبل اللي ممكن تخلي اليتيم يعيش مميز وسعيد وتحفظ كرامة اليتيم صراحة قولا وحقيقة مثل ما قلتوا، وهي حقيقة أنتم تتبنونها. أبو تركي ابتسامتكم يوم بدأ اللقاء يا أخي سحرتني. إيش الفرحة ذي؟ أنا حاسس أنا والله سعيد بكم، سعيد داخل بفرح قوي. الله يجزاكم خير. والله المشاهد اللي شفته قبل البث ولا أثناء البث صراحة مبهجة. الله يسعدك ويبارك فيك. أخوي بندر تكلم عن قرية السعادة، وباختصار صراحة قرية السعادة الحدث اللي كان هذا سماه المدير التنفيذي أبو عبد الله كرنا فال رفاق. يا سلام. شو السبب؟ مثل المنتجع أخذنا منتجع بحايل، كم بوث من يقارب 9؟ تقريبا 9 أو 12. 12 بوث. 12 بوث يعني 12 فكرة، يعني منحلة فيه من منحلة والمكياج، حتى الكفيرة والمكياج وهذا وفرنا الأدوات وكل شيء. واحدة تحب التمكيج وزي كذا ما شاء الله تبارك الله. وصارت دعوة عامة يعني في جروبات المستفيدين، قلنا الله يجزاكم خير تعالوا، حنا والله عندنا كرنفال من نادي رفاق الفتيات حياكم الله. فجو صار في كرنفال يعني الساحة اللي كانت أكبر من هذه بكثير، كلها اسمها ما شاء الله. وهذه طلعنا على الشاشة الصور بعد
إيه هي يعني إحنا هي الكرنفال الأسر فما ظهرنا الفتيات الصغار كل المساحة هذه ترى كان فيها الأسر وحضروا الكرنفال ما يقارب 4 ساعات إلى 5 ساعات هذا البوث واحدة تحب تزرع مهتمة بالمشاتل زي كذا فقلنا نجيب اللي عندكم و ما شاء الله ويرضي هنا موجود ما شاء الله أنا أشوف صراحة وذي رسالة أنا أوجهها للمشاهدين يعني متابعين المجد خاصة والمتابعين عامة يعني والشباب معنا يتبنون هذا الكلام بإذن الله. أنا أقول أنتم سويتوا في رفاق قرية السعادة هذه اللي إحنا شفناها في المقطع. فحنا بنسوي لكم بإذن الله قرية سعادة ثانية ولكن قرية السعادة هي بإذن الله اكتمال المرحلة كاملة هي 25 مليون. يا رب. وأول شيء بنحطه في قرية السعادة إن نكمل المليون اللي كلمناكم عنها. أول نقطة. في قرية السعادة اللي بنسويها إن شاء الله ويفرحون فيها رفاق مثل ما أسعدوا اليتيمات في هذا في هذه القرية الجميلة إحنا إن شاء الله بنسوي قرية السعادة ولكن بإكمال 25 مليون ونبدأها بأول خطوة في بناء هذه القرية الجميلة هي إكمال المليون إذا أكملنا المليون نقول إحنا نقدر على القرية ما أكملنا المليون قلنا لا والله إحنا شكلها صعبة علينا وما في شيء صعب على أهل الخير وعلى جمهور المجد خاصة في النشر والتفاعل ترى مثل المقاطع هذه هي لكم أنتم يعني خذها من حساب الشبكة وانشرها في مين تبي أرسلها إذا تعرف أنت والله شخص يحب الخير وشخص فاعل خير أرسلها صح سعيد والله أرسلها على الواتساب على الخاص ويبشر والله بالسعد أنا من متسابقين الذواقة عندنا وقف رفاق في برنامج الذواقة وصراحة وقف رائع وأنا أعرف أنك أنت من أهل الخير وأنك أنت من محبين الخير ومن أهل الأيادي البيضاء سم هذا مشروع من مشاريع جمعية رفاق ترى هو ممكن ينفق بدون ما يقول لك تم يبيها بينه وبين ربه لكن أنت بلغت كلمت وأرسلت والدال على الخير كفاعل بيض الله وجيكم عبد الله يلا مسي بالخير الله يمسي شلونك خير عافية ساك طيب الله يعافيك نبغى نسمع يا عبد الله أبشر بي أول شيء أرحب بضيوفنا جميعا الله يحييكم وشرفتونا ونورتونا طول عمرك أصحاب جمعية رفاق أقول الله يجزاكم خير يا رب ومن تقدم إلى تقدم سواء بأفكار أو بإذن الله أن نتعاون على اكتمال الوقف يا سلام أنا والله ما أدري أعطيكم شيلة ولا أني محضر قصيدة بس أقول يا خاطري ما يفيد الضيق والحسرة والحزن قتال لها بات عصيرة لا تحسب اللي جرالي بل هوى كسره الغصن عايش ولو طارت عصافيره الغصن عايش ولو طارت عصافيره سلامتك يلا 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 يا لا عطره بعد عروس والله يا ابو خلاص حلو يا صب القهاوي بدون الهيل ترى الربع ما يدانونا ترى الربع ما يدانونا وصب القهاوي بدون الهيل ترى الربع ما يدانونا ترى الربع ما يدانونا سألتي عن صاحبي بالليل قلت من هو يعرفونا وصب القهاوي بدون الهيل ترى الربع ما يدانون ترى الربع ما يدانون صفك صفك من تحت الشدة طيب جاهز ما في تفاعل والله يا عبد الله ما عجبتك اعطيك واحده ثانيه والله لا 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 واحده ثانيه يمكن تعجب انا اقول ابو ما شاء الله هذه قالها جبر خاطر دمر خواطرنا جبر خاطر والله هذا اداء ابو مشعل يا حبيبي اي والله تستاهل لا حول ولا قوه الا بالله سالم زعلنا يا سالم على خشم زعلنا عن السوء هذا اللي سمعناه اول شيء يرحب ويا ضيوف جميع البقى يا سالم من ابرك الليالي وابرك الساعات والله الله يجزاك خير سبكر يا ابو اعطونا سبكر الله يفجع سلام يا سالم سبكرونا روح العين من عقب غاليها تصبح مع الهم وتبيت وان مرها ما ينسيها لا رحبت به ولا حيت ك
كم حاجة الرغبة فيها والحظ عيا وهي عيت واجبرت عرض وخليها عرض حي على ميت والعين من عقب غاليها تصبح مع الهم وتبيت وان مرها ما ينسيها ما رحبت به ولا حيت كم حاجة الرغبة فيها والحظ عيا وهي عيت واجبرت عرض وخليها عرض حي على ميت سلامتكم وفيها دويتو بيني وبين ابو محمد صح زين سم جاهز يا ابو محمد يلا ابو دويتو جاهز على خشمي يبي دويتو يعني ما طلبنا يبي دويتو اسلم تعترض على وش احنا ما احنا في نجم تعترض وش امر بس هذه الابيات احنا بعد ابشر حلو هذا اعتراض طيب هذا في محل هذا مقبول هذا مقبول هذا في محله قبل يعني كان اسلم هذه الابيات للشاعر فهد بن فقحل اسلم يقول الله يا ما قصرت النفس دون الشفوف وان بغيت انتهج عيت زوع القدام الله يصيب العدم والله يصيب الظروف والله يصيب الظروف اللي تجيب العدم الله يصيب العدم والله يصيب الظروف والله يصيب الظروف اللي تجيب العدم الله يا ما قصرت النفس دون الشفوف يا بغيت تنهج عيت زوع القدم الله يا ما قصرت النفس دون الشفوف وليا بغيت انتهج عيت زوع القدم الله يصيب العدم والله يصيب الظروف الله يصيب الظروف اللي تجيب العدم صح الله صوتك بيض الله وجهك صح صوتك صح لسان شاعرها انت ما شاء الله تبارك الرحمن الله يبيض وجهك طول اعماركم ولا يهيكم ويسعدكم ابو راشد تراني طمع بقصيد عقب ما صرت شاعر ما عندي والله فالفقره الماضيه طلبت مني شوف انا غالي ما انسى له طلب الله يرفع قدرك طلبتني قلت لك ما عندي وقت يمكنك نسيت الابيات لكن انا ما نسيت الطلب قلت لي في مشاركه ثانيه والله اني نسيت طيب حاول استفسر ورجع حاول استذكرها تعال عشان تندم انك تطلبني مره ثانيه لا ارجعها وخلني اسمع منك لاني ترى اللي علمني انك شاعر ابو امجاد وانا ما احب المشاكل ماني بشاعر امجاد يحفظ ها يحفظ بس مليان ما شاعر الهندية يحفظ يا اعوذ بالله ابو راشد هو سحب علي اني ما قلنا ما قال لي مثل ما سحب احمد الصادق انا رسلت المقطع لاحمد الصادق تميم راح الكنترول وجاء قال هو يشبه احمد الصادق بس ما هو احمد الصادق لا حول ولا قوه الا بالله ياسر نسمع طال عمرك يلا سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق جئت للبيت الحرام ليلبي في الزحام ويطوف القلب حبا بين ركن ومقام جئت مشتاقا ألبي أخائف أن إياك ربي أنت غفار وإني يرتجي غفران ذنبي الله 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 ياسر ذكرت محمود ها؟ كان يعني قبل ما ينسى
أبجيك أبجيك لا الحين في في محور هنا أصلاً وقف ما في سام طلع بيصيدوا بيتين على الوقف هذا وقت عند ركان سام تعال أعطيك ربيز لا 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 إذا في مجال لا لا والله لا لا والله لا لا والله لا إحنا كلمونا ربيزنا واحد ربيز مميز لا حبيت بس ذكرتها والله يوم من الربع موجودين قلت فرصة لا لا شوف ترى عادي إذا أنت ما أنت براضي لا إذا يوم عندك شغلة تجي ما بعد أبي أسأل بندر وراكان طرال ياسر سرت الشوق وطريقي ذكرتنا الحج المشاريع اللي سوتها الجمعية أكيد عندكم في الحج جهود يعني عظيمة وش أبرز المشاريع اللي قدمتها الحج يا الظاهر يبي له حلقة الحج أنتم ما شاء الله تبارك الرحمن والله أنكم مميزين الله يجزاكم خير بالنسبة للحج يمكن بندر كان معي في موضوع التنظيم وما تيسر الله معنا اي عادي لكن ما قال احط بس في بدالك ازم منك حط كيف حقلك يا سلام فالله يجزاه خير ضحى بنفسه علشان احد يكون مكانه يكون مستفيد الجمعيه فالله يجزاه خير بندر قدام المشاهدين ان شاء الله يرضى عليه يستاهل والله تبارك بندر بالنسبه للحج طول العمر ممكن تقدم على الحج قرابه ال 1600 أو عفواً ممكن 1600 تقريباً أخذنا ما يقارب 120 حلو 120 فكان في استفسارات جارحة صراحة يعني لكن حنا هذا مستهدفنا ما لنا طاقة فوقه والمعلومية ترى ممكن هاي ثالث مرة ممكن حنا بناخذ أكبر عدد ممكن نقدر إن يعني نحجه بالأشياء اللي إحنا حطيناها من الأهداف ما نقلل الجودة هذه أهم نقطة قلنا ما هو نكثر العدد على حساب الجوده فخذينا يعني من حملات الراقيه صراحه رحنا باصات من حائل انطلقنا وصلنا الى المدينه ثم بعد ذلك الى ميناء يا سلام وكذلك في المخيمات اللي كانت في ميناء صراحه كانت في مشاعر جياشه جدا من الاسر ومن الرجال من الأشياء اللي كنت ما تنازلت عنها قلت إن الجوال يكون معي أنا بحيث إن الاستفسارات والمشاريع أو الأفكار يعني أنا أكون عارفة قبل أي أحد يمسكه أشياء يعني الأسر ما قصروا والمشرفات الله يجزاهم خير اللي كانوا قائمين على الحج بادروا وسووا مسابقات ويعني الحج حتى الحملة قاعدين أنتوا شو تسوون قال انت اعطونا الضوء الاخضر وانسوا يا فكانت في مسابقات الاسر هنا قالوا طيب ندخل اللي بالشركه البقيه معكم قلت اتصل على الاستاذ قلت وش قاعدين تسوون فصوروا لي انهم قاعدين يعني يسوون مسابقات وتعارف بين الاسر وحرصنا حرص شديد هذه من الاشياء اللي احنا متبنينها في رفاق ان يكون في تلاحم بين الاسر هذا واحد الحاجة الثانية أن يكون المشرف قريب من الأسرة لدرجة أن لو جت شوكة قال أنا جت شوكة. الله. فمن الأشياء اتصلت علينا أحد الأسر قالت يا أستاذ ركان أنا والله جاني مرض كذا وكذا اتصلت على الشركة وقفت لهم على الرجل يا ما جابوا إسعاف خاصة فيها إلى. سلام. كذلك يعني امرأة ثانية جابوا له يوكن قلت طيب الجمرات. الله قابيس كان يقول لو تبي نجيب شيطان جنبه ترميه نجيبه بس يعني انت اللي تطلبه بشربه الله يجزاه خير كان ما قصر معنا راعي الشركه فكانت في مواقف مضحكه محزنه يعني في الوداع تذكرون دوشه الوداع والرمي الجمرات نطلع قبل لا يذن المغرب فكان يعني الوداع الاسر كلهم وصلوا قل الحمد لله يعني ازمه الوداع فيوم صلوا اثري اسره فقدناه وينكم فما رد علينا يعني ابنهم اتصلت عليه قلت وينكم يا شيخ قال والله انا امي طاحت اي والله فش اسمه يمكن حتى بعض المسجدين ما يدرون الموضوع هذه لان المشاكل ما نظهرت تماما يا سلام اي يعني الحين انت احنا في ثلاث باصات استريحوا بباصاتكم وما عليكم مدبر الباقي مدبر صحيح فرحنا وشفنا وش صار ودخلت المستشفى الله يشافيها ويعافيها كبيرة بالعمر فما ادري وش صار عليهم اعتقد يعني فحوصات وطقوها ابره ثم مشت معنا للحائل
فهذه صراحه المواقف اهتمامكم ب او شيء ما شاء الله فقدانكم للعائله المتاخره واهتمامكم بالتفاصيل والله تشكرون عليه. هذه طول العمر كل ست اشخاص وموقع عليهم واحد. يعني بعلمك حاجه من الاشياء اللي نفتخر فيها ويعني في افكار من الشباب الله يجزاهم خير ونفذت ان اللي يمسكون الباصات هم من ابناء الجمعيه جامعيين. طالب جامعي احنا عندنا قسم جامعي. طيب كم عندنا فرد؟ عندنا كذا فرد يقارب 20 أو 25. انت ممتاز في موضوع النادي امسك موضوع النادي، انت ممتاز في موضوع المسؤوليه والحج تعال امسك الباص. حتى اذكر واحد الله يجزاه خير يمكن يشوفنا على الشاشه كان يقول انا ابي مسؤوليه. قلت ترى الباص صعب والناس ما هي على راي واحد، صحيح ادارته صعبه يذكره عنده. فقال انا قادر له. قلت يلا كفو الله يوفقك. فيوم جي وصلنا المينا قال انا ابغى ينفجر راسي. والله ما الا والله متعبه يا والله متعبه وجهد يعني نفسي وبدني وذهني شيء قوي صراحه. بس اللذه والله يا ابو اي والله انا اشوف اللذه هذه عكست على على انفسكم انتم على حياتكم الشخصيه على حبكم للرفاق. يا رجل ما شاء الله تبارك الرحمن الواحد اصبح رفاق يعني يجيها ويدخل فيها اكثر من بيته واكثر من اهله. والله لا يحرمكم. انا الوالده تشاهدنا الله يمسيها بالخير. الله يمسيها بالخير والجميع. كانت تذكر تقول انت يا غالي صبح ليل وش عندك؟ وبندر عندنا نفس الكلام يعني احنا نشارك الهموم. الحس يقول انت اللي قاعد تصير لك بالبيت نفس الوضع. فقمت شارك امي يومياتي. انا والله في القسم شوف المؤشرات قاعده ترتفع شوف اخوانا فعاشت مع الجو. فالان تقول حتى يوم قلت بروح الملك قالت الله يوفقك يا رب يا رب تستاهل والله يا ابو تركي. الله الله يطول. نسمع تحيه لام ابو تركي الله يطول عمره ان شاء الله. شباب يعني شاركوا هم واحد وهم الغياب عن البيت. انتم تعرفون الغياب عن البيت يعني الام تشتاق لك يفقدونك اهلك. لكن اذا اصبح المشروع هو همك انت وهم والدتك واهل بيتك اصبح الجميع لا يلومك في وقتك الذي يذهب خارج البيت. حتى ان يذكر وليد شدوخي ابو عبد الله ذاك اليوم الوالده تكلمه احنا رايحين بنفطر فامها تقول انا مزينه فطور لعيالي مزينه من البيت فطور لعيالها. فام ابو عبد الله هي نعم في رمضان متشاركه العمل هذا مع ابنها وليد. فانا اشوف انه حتى هو اتخذ الطريقه هذه في المشاركه فاصبح المشروع هو مشروع العائله العائله اجمعين. عبد الكريم القحطاني مرحبا. ودي اسمع جمعيه رفاق في حائل لرعايه الايتام. اسمع شكر كذا بفويس اوفر تشكرهم باسم فقره هلا ورحب وبرنامج الذواقه. ولا يهمك ابشر. كفو والله. لا بدون حينما ترى. ما عليك زين. اسلام يا عبد الكريم. جمعيه رفاق بمدينه حائل. تتميز بالتميز والإبداع وأيضا في كفالة اليتيم وأيضا يجمع بين أجران أجر الوالدين وأجر اليتيم. فلذلك كفالة اليتيم في رفاق معنى التميز لتكسب الأجر والتميز والأجر في الدنيا والآخرة. عليك بجمعية رفاق بمنطقة حائل. يا سلام الله يبارك الله وشكرا. هذه الناس صوتهم ما أدري منهم. لا تستاهلون والله رغم أننا ما جهزناها تستاهلون لهم بس تستاهلون. نجاشي وافي كيف الحال؟ حياك الله يا مرحبا. منور والله بالإطلالة الجميلة ذي. بنورك والله. وش رايك في المشاريع اللي شفناها من قرية السعادة ومن سواليف اللي قالها الشباب في الحج؟ والله يا اخي المشاريع هذه صراحة يشكرون عليها و على ما قال تفرحنا مثل هذه المشاريع ولا شفنا فرحة اليتيم ففرحة اليتيم من فرحتنا والله. يا سلام. فيشكرون عليها وانا اقول لمشاهدينا الكرام مثل هذه المشاريع اغتنموها بأيسر ما عندكم لو بالشيء القليل لو ما تقدر في النشر فالدال على الخير كفاعله. بيض الله وجهه. فأنا أقول بيض الله وجههم والله أنهم ما يقصرون يستاهلون الدعم والله. يستاهل والله. نتمنى أننا في حائل نتمنى برنامجنا في حائل. كان كل شيء مشغلينهم في الرفاق. ليش ما تجون؟ لا أنا بنجيكم على حق والله. الشباب سعد يا رب حياكم الله ناس عندكم مندوبنا ترى. أستاذي نواف مدوخ واحد الإعلاميين ومميزين وتعلم منه الشيء الكثير. وجه لي توجيه في قصيدة عند أحد الشباب عن اليتيم. فمن هو نواف اللي تبيه يشارك؟ والله الشباب كلهم ما شاء الله عليهم حق اليتيم شنو؟
من هو بس؟ الأستاذ ركال بس على الأبو اللي أخذ عياله فهمت ولدي عنده مشارك أستاذ تفضل يلمعهم سام يلا مرحبا بك أبو حمود الله يسعدك يا ركان أبو ضيوف سعيد جدا بعودتك لأرض الذواقة سبيكر يا سبيكر أبو مدو خيامة يقول يا باغي الخير كهاتين في الجنة في الجنة الشربه المصطفى وسطى وسبابه كفكف دموع اليتيم وبدل الونه بضحكة يحض من كانت من أسبابه يا سلام على اليتامى يوصي الشرع والسنة أجر على اليتامى يوصي الشرع على اليتامى يوصي الشرع والسنة خير لو تموت يبقى فاتح من بابه سؤال يا سلام الله وجهك يا أبو سعد يرفع قدرك شكرا يا نواف شكرا على المشاركة الطيبة دي اسلم ابو مشعل نبغى نسمع منكم مشاركة ثانية خلي سمعناها اول واحد في نرجع بعد فيه في قصيدة هي مميزة لسببين السبب الاول لانها عن الوطن طبعا هذه قيلت في يوم التأسيس السبب الثاني لان اللي شالوا القصيدة هذه اثنين من اللي أنا أحبهم جدا طبعا هي دوتو بين مناحي بن جلبان وعندليب الذواقة عبد الله العنزي فطبعا أنا والله ما يحضرني للأمانة اسم الشاعر عليها شيئين زيادة يعني أخو عزيز وغالي فهمت فتسمح لي أضيف على الاثنين اللي أنت قلتها إيه اسم أنت قلت الوطن شيء ثاني شلها مناحي وعبد الله شيء ثالث نقول انها كلمات شاعرها العذب شيء رابع انها بتكون من القائك الان يا حبيبي الله يسعد اهرجتنا طبعا انا استغل القصيده هذه في اي مهرجان احضر للامانه لان انا دائما القصيده هذه احب اقولها لانها عن الوطن ولانها من اداء اثنين انا فعلا احبهم واصواتهم ما شاء الله جميله وانا الله يسعدك حتى ما شاء الله عبد الله دشن عمل هنا عن الوطن بعد اسلم وكسر الدنيا ترى ما شاء الله الله يستاهل يستاهل والله ابو رشيد ونعم مليون طيب وش يقول فيها يقول طال عمرك يا منار الدين يا مهد الرساله يا سلام مجدك الشامخ سوى يا منار الدين يا مهد الرسالة مجدك الشامخ سمى العز استواله في ذرى لسعود حكام العدالة يوم تأسيس الوطن فخر السعودي مملكتنا الغالية دار العروبة والوطن من مشرقه لأقصى غروبة اتباها من شماله ليا جنوبه يوم تأسيس الوطن فخر السعودي الله الله عزك الله يا وطننا من ثلاث قرون وامجادك تبنى وجات لابن سعود على ما تمنى يوم تأسيس الوطن فخر السعودي مشرق التأسيس من أرض اليمامة والمؤسس قالها وأثبت كلامه والموحد قادها والعز أمامه يوم تأسيس الوطن فخر السعودي من محمد بن سعود اليا معزي للملك سلمان عز بعد عزي راسي مجد السعودي ما يهزي يوم تأسيس الوطن فخر السعودي في ذرى سلمان ومحمد عضيدة هيبة التاريخ هقوتهم بعيدة حكمهم راسخ على نهج وعقيدة يوم تأسيس الوطن فخر السعودي والحفيدي فاخر عزنا في كل يوم وهو يزودي أسسوا الأجداد مجد للسعودي والحفيدي فاخر مجد الجدودي يوم تأسيس الوطن فخر السعودي ويوم تأسيس الوطن عز ومعزة والسعودي دام عزة دام عزة مثل ضلع طويق ما شي يهزة يوم تأسيس الوطن فخر السعودي سلامتك طيب انت قلت انه شلوها اثنين وهم موجودين الحين ليش ما يسمعونا منها لو والله يا ليت والله كفو والله ما احنا محافظين ترى منها والله الكلمات هبوش. موجوده يا سلام لو بيتين بس عشان احنا نعرف لحنها ولا نعرف والله مليوت حافظ عبود اسلم يا عبد الله عبد الله ابدا ومعك ابو محمد
يا منار الدين يا مهد الرسالة يا سلام مجدك الشامخ سم العز استواله في ذرى السعود حكام العدالة يوم تأسيس الوطن فخر السعود مملكتنا الغالية يا دار العروبة والوطن من مشرقه الأقصى غروبة هي تباها من شمال أهلي جنوبه يوم تأسيس الوطن فخر السعود الله الله عزك الله يا وطن من ثلاث قرون ومجدك تبنى قاتل ابن سعود على ما تمنى يوم تأسيس الوطن فخر السعودي يوم تأسيس الوطن فخر السعودي سلامتكم جميعا الله يطول عمرك هذه ترى فوق البيع يا ابو محمد لبيه هذه فوق البيع ابشر والله بالسعد على والله خير اول شيء فانا استاذنك بتربع ولا عليك احنا ريالتي انا قصير وممتاز مضبوط ربي يطول عمرك كذا كذا احنا نرتاح انك انت مرتاح الله يطول عمرك يبيضك خذ راحتك لا لا ممنوع يا الربع انا بس هو ابو امجد يلا عشان الرجال يا شباب ما يفرق بين تربع عايد اللي بتربع ياخذ راحته امور طيبه يلا بس لا اضل الحلقه الضيف يخرب درجات انت ابو مش عليهم الله يعيننا عليكم واحد اللي يمدح له منشد ما هو منشد وانت تخرب الشباب علينا تربعوا وخذ راحتك والله الظاهر احنا نجيب العيد يا سعيد حل سعيد تعدى يطول عمرك تعدى تعدى ها اسلم ابو عمد تعدى من قال اذكرك طيب ايش قال اذكرك انا جاهز ابشر انت ابوه احنا واقف الحين ولي امره ولي امره ولي امره وكيل ركان عنده مشاركه ثانيه بعد طيب عندنا ضيف يا اخوي اسلم محمد اصبر شوي على خشمي هذه ابو مشعل يحب هالشلة ذي اخبرني حرص عليها لان ما ادري ايش وراه اسلم الله الله خذيت قلبي وش بقى قل لي لا تتقي ما من تقى قل لي متى وقت اللقاء لاني وصلت المنتهى يا صاحب الوجه الصبوح عادي تجي عادي تروح خلي يروح يا اخوي فكني بالرجال يا اخوي يا اخوي هو زعلان على السفاره انا راح هو ما له ترجع لا هو ما له اللي تبيه يروح والله ما ادري خلي ولي احسن ها خلي ولي هذه عند براك الله يسامحك يا ابو مجد معلش انا وجهي اسلم محمد عدل ايه يا صاحب الوجه الصبوح عادي تجي عادي تروح مليت من كثر الجروح حتى وصلت المنتهى عاد ينفعك الندم يا أخي حتى الندم فيك انصدام أبني معك وانت تهدم حتى وصلت المنتهى قسيت يا حظي علي تكفى لنلتوى بالهم لي من جادل ما هي بلي انا وصلت المنتهى سلامتكم الله يبيض وجهكم يطول عمرك صح صوتك صح بدنك نفده الله لا يهينك يطول عمرك ميقوج مميز صوت مميز لا تبخل علينا في مثل ما قلت لك عطنا مشاركات على خشمي جعل ربي يطول عمرك ما جينا الا فرضاك يطول عمرك ابو راشد ذكرت الابيات اللي طيب هذه في النبي عليه الصلاة والسلام أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم لفضت عنها غبار الذل فاتقدت وأبدعت وروت ما قلت للأمم الله الله فمن أبو بكر قبل الوحي من عمر من علي ومن عثمان ذو الرحم من نهرك العذب يا خير الورى اغترفوا أنت الإمام لأهل الفضل كلهم اللهم صل وسلم يا سلام بيض الله وجهك وجهك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا سلام ما نقول تراكان كلمة مبارك
في واحدة ثانية؟ لا والله لا تخلصها خلها المرة الجاية. راكان يقول نواف عندك أبيات ثانية. أبشر يقول أنت لصدري من الشوق والبرد الشديد وأنت لجفني من الدمع والحال انطوار الجديد إني أحبك الجديد إني أحبك وحالي ما يفيد وشوفتك أعظم علاج مثل وصف الدواء. تبي تعرف يا حبيبي من اللي مستفيد من يشوفك يتنفس معك نفس الهواء. حبك اللي جاري بين صدري والوريد باقي ما دام روحي مع روحك سوا سوالف. خالد سمعنا صوتك اليوم الدكتور لازم نسمع منه. الله يطول عمرك. الجميع بيشارك ان شاء الله. شيء نرحب بالضيوف جميعا. الله يبقيك وبرك الساعات والله. الله يبارك ناحي وابو مشعل والجميلين من رفاق. انا قبل شوي يوم ابو تركي يسولف عن رفاق حسيت بقشعريرة يوم كان يوصف قرية السعادة وكيف يحاولون. وأنا شخصيا وأتوقع أن الكل من أخوياي بدواقة يوافقون الرأي هذا أنه أخذنا بإذن الله على عاتقنا أن هذه من مسؤولياتنا حنا. ولكم بإذن الله وقفة الرجال على رجل وحدة لين ما يكتمل الوقف مثل ما قال أبو حمود بإذن الله. وما هو مجرد كلام يعني ولكن بإذن الله بعد توفيق الله سبحانه أنه يكتمل. وبداية على قولة أبو حمود قرية السعادة عندنا هي بالدواقة اللي هي المليون الأول راح تكون اللبنة الأساسية إن شاء الله بتشين قرية السعادة عندنا بالدواقة. هذا أول شيء. أما بالمشاركة أقول أزريت أحاول والوصول استحالة أزريت أحاول والوصول استحالة ما بررت غايات نفسي وسيلة جرت قلبي من قيود الزمالة لأنك أكبر من مجرد زميلة تركت لك بطراف كتبك رسالة مضمونها صدق ومشاعر نبيلة تركت لك بطراف كتبك رسالة مضمونها صدق ومشاعر نبيلة وأبيات غاوي نزفها من خياله الأول مشاعر في حضوره قليلة استمطرك بالشعر من غيم باله لين عشبت من سيل طهرك خميلة وقام يتخيل لو قبلتي وصاله في جو ممطر والنسايم عليلة وتشتت الأوهام نبرة سؤاله لا تكون روحك بالمشاعر بخيلة وسلامتك. يا سلام الله يا دكتورنا صاحب الدين يحيى سمعنا منك أبيات الفقرة الماضية وإلقاء شكلك اليوم تقول ما عندي شيء. والله نرحب في الجميع الحضور الشعراء الكرام وأيضا جمعية رفاق. حقيقة في عنصر مشترك لاحظته أنا معنى العطاء باين على ابتسامته ما شاء الله تبارك الله من أول ما بدأنا اللحظة هذه وهذه ترى الابتسامة عدوى يعني الجميع كله صار عنده عدوى الابتسامة. فيعطيكم ألف عافية على جهودكم اللي تذكر فتشكر وإحنا خدامينكم يعني في أي وقت وسائل التواصل على الشاشات على مواقع التواصل الاجتماعي جميعا احنا خدامين لليتيم لانه احنا دائما نذكر احنا بحاجه اليتيم مو بحاجتنا. فهذا سبحان الله ينعكس ايجابيا على تعاملنا مع الناس على عطائنا على حتى حياتنا بجميع الامور. فعطاء لرفاق احنا انا دائما اذكر كلنا رفاق مع رفاق يعطيكم الف عافيه. بيض الله وجهك. هاني قلت عندك سؤال. الله يعافيك يا حبيبي. عندي سؤال. حلو اذا نسيت السؤال انا ما لا لا ما انسى مالي يا كمل. يعطيكم العافية وجزاكم الله خير. دائما نسعد بأفكاركم وإبداعاتكم صلى الله يقويكم ويوفقكم يا رب العالمين. سؤالي شقين وأنا أدري أنه الإدارة المالية والموارد يمكن من الشريان والمغذي لكل الكيان الكامل للرفاق. فسؤالي الأول هل في شراكات تقيمونها مع جهات أخرى قد تقلل من تكلفة المالية عندكم مثلا الحج مثلا قد يكون مثلا مع جمعية خيرية مع الرواجح مع أي مكان من الجهات مثلا. وكذلك هل في تقارير مثلا تقولون والله للداعمين يعني يكون مثلا في تقرير زي ما يقولون الحوكمه او شمال قوه شفافيه. فودي اسمع من جهتين هذه. جزاكم الله خير. حياك الله. اول شيء الله يجزاك خير على الاسئله هذه اللي تدل على انك ومودكم تعرفون ما يدور في رفاق وداخل رفاق. اول سؤال ذكرته الشراكات عندنا احنا وحده مختصه في شراكات ما شاء الله اتصال مؤسسي تحته في وحده شراكات واعتقد انهم وصلوا 3 مليون العائد صح تقريبا إيه؟ العائد الاقتصادي 3 مليون يعني ان كل احتفال قريه السعاده المعلوميه شفت الكرنفال وهذه كلها ترى يمكن المدفوع عليها قرابه 2000 بس البقيه كلها شراكات ما
شاء الله. يعني كم من جهة تبي الخير، وإذا ذكرنا لهم رفاق فهذا يعني من الصدى الإعلامي الكبير للجمعية، تشكروا عليه قناة المجد، أن بالعكس يقول أوهن وينكم، احنا بس نبي احد يجي بس احنا من رفاق ما شاء الله، فمتفاعلين جدا. وانا اجزم يقينا واذكره مره بعد مره ان الناس والله بهم خير، التجار وغيرهم والله بهم خير، مجرد ما تجي تقول والله احنا عندنا فعاليه كذا وكذا وابد يتكفل فيها كامله. الكافيهات ما يقارب 4 إلى 5 كافيهات شاركوا في قريه السعاده، غيره من موضوع المصروفات. احنا كل مبادرة عندنا جوجل شيت اكسل، يعني في قدام خانة وش احتياجك من شراكة؟ طيب عندنا احنا مشروع الحج، وش احتياجك من شراكة؟ احتياجنا والله التنظيم، اول شيء نبي جهة تنظم، مثال نحتاج والله من الشراكات انهم يقيمون لنا باصات، مؤسسة في الباصات، نحتاج من الشراكات ايه المياه، حلو مشار الله يجزاهم خير شو اسمه تبع الشراكات، كذلك من اشياء عديده جدا في موضوع الشراكات احنا نحط احتياج، مثلا موضوع العصيلات، موضوع الفطائر، موضوع يعني هذه لها وحده خاصه وهي ولها وحده خاصه ولها خانه عمود ممتاز في كل مشروع وش احتياج احنا من شراكه. جميل. السؤال الثاني هو يقول هل في مقاطع يعني ممكن توضح في اي انا قصدي انه مثلا الان اقيم مثلا مشروع الحج مثلا حلو. ثم هل يكون مثلا زي تقرير نهايه الموضوع عشان زي ما يقولوا المتبرع يكون خلاص ما شاء الله. الله يفتح عليك. كل متبرع في مثلا مشروع الحج، كل متبرع في مشروع الحج يصل التقرير بعد نهايه ما شاء الله. بعد نهايه الحمله ما شاء الله. بعض المشاريع اللي يدعمون فيها مجرد ما ينتهي من التقرير يرسل لي جميع المتبرعين، يكون في قائمه اسماء. جميل. الله يجزاك خير على السؤال حبيبي. جزاك الجميل. الله يفتح الله وجهك يعني. ابو ابراهيم اسمع منك. والله قبل شوي انا اسمع واحد من الشباب اتوقع يحيى انه يقول رفاق همنا كلنا، ترى ما هو فقط المتسابقين، لو تنظر الشباب اللي طلعوا ياسر قبل والشباب الان برا، ترى ما زالوا حتى هم الان برا البرنامج ما زالوا يرسلون وينشرون لجمعيه رفاق. هذا عشان تعرفون ترى همه فقط هم المتسابقين حتى اللي برا. والله شيء جميل يوم تشوف مثل الاعمال هذه يعني اللي جالس يعملون فيها للايتام. وانت تعرف ان يمكن ذكرتها قبل انك ترى انت الان لو تعتكف في الحرم المدني اجر الصلاه في كم؟ ب1000 صلاه. تخيل كم ركعه بتصلي، كم هذا؟ تخيل نفسك معتكف شهر هناك، كم الاجور بتاخذها؟ طيب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن أسعى في قضاء حاجة أخي المسلم خير من أن أعتكف في مسجدي هذا شهر. طيب حاجة أخوك المسلم ويتيم، الله يا سلام، كملت حاجتين الآن عندك، وفي أجور أكثر لو نقعد نتكلم من هنا لبكرة ما راح نخلص. إبراهيم مساء بسعود. عندي سؤال بس إن شاء الله بسيط يعني بشكل سريع. يا سالم، بخصوص الأسهم هل لها حملات نقدر مثلا نسوي لها حملة خاصة مثلا بتقرير معين تناقشنا الله يفتح عليك. انت كانك معنا من شوين ياسين، انا وابو هيثم نتكلم في هذا الموضوع بهذا الخصوص. ما في اشكال تفتح مثلا في المتجر بمسمى اشخاص من المتسابقين ذواقه فيتنافسون في اغلاق هذا المنتج. يعني كان يصير في اسم فلان وفلان فلان ثلاث افرقه باركود كل واحد رابط لكل شخص. فهذه صراحة من الأفكار اللي ممتازة جدا وكذلك محفزة، يعني كل شخص منها الوجيه الفليحة له جمهوره وكذلك له هلو، يعني هذه تحت الدراسة والفكرة تحت الدراسة إن شاء الله التنفيذ. الله يجزيك فيصل معلش يا أبو حمود دقيقة، هو نفس الموضوع لأني أنا طبعا طرحت الموضوع من سؤال ثاني يعني لا نفسه أنا طرحت الموضوع لأني أنا مجهز شيء ملف يعني خاص لش اسمه سهم الأب. كأنك تقول استعجلوا في الفكرة. إيه لازم طبعا. خلاص أبشر أبشر أبشر. فيصل بشكل سريع. أنا بس عندي التقرير السنوي ترى حقهم السنة الماضية. حلو. من ضمن مشاريعهم ترى التقوية للطلاب بعد المدرسة. فتكلفتها 120,000 يعني 230 طالب و720 حصة عندهم ما شاء الله تبارك الله. لو اكتمل الوقت ممكن ترتفع عندهم، فأنا عندي سؤال بس بسيط لهم، وش النسبة
المطموحة بعد اكتمال الوقف؟ هل حيرتفع العدد بشكل طبيعي؟ أكيد حيرتفع، بس وش يطمحون له؟ وش النسبة بشكل سريع أبو تركي؟ الآن 4500 تيم صح؟ والتسجيل ما زال في ازدياد ما شاء الله، فكل ما زاد التسجيل كل ما زادت الخدمات، زاد تنفيذ الخدمات. الآن الخدمة واحدة قد تقدم لي كذا أسرة، فالنسبة يعني أنتم طموحكم أكبر بشكل كبير. يا سلام. طيب أبو أمجاد، عشان يعني احنا بنعلن الان سفير الوقف الاسبوع القادم، وانت السفير الماضي في الاسبوع الماضي، بيأسك سؤال، كم اعطيت الشباب المعاونين معك حرق غند؟ اعطيت عبد الرحمن 70 70 ويحيى 30 يحيى 30 نعم 70 30. طيب بدون تعليقات شباب، بدون تعليقات، بدون اي تعليق، لان اللي بيجي تعليق ترى في خصم. طيب ابو امجاد، باقي لك 100 اللي هي لك انت، اللي قلنا احنا فيها الجمعيه والاداره وفريق الاعداد، صح ولا لا؟ صحيح. فالشباب اعطوك طال عمرك 60 كويس، تستاهل اكثر، 60% وان شاء الله باذن الله ان اللي بعدك يحقق ال 100% باذن الله. باذن الله. طيب اما سفير الاسبوع الجاي ويبدا في سفارته من الان، بيكون سفير من الان، فهم ثلاث أشخاص صار بينهم التصويت، نذكر أسماءهم في محلاتهم بيضيق الوقت، اعذرونا جميعا. عبد الله العنزي، يحيى بن معيض، وسعدون السعدون، دول الثلاثة خليهم يجون. طيب تفضل يا عبد الله، تفضل يا يحيى، تفضل يا سعدون، تفضل تفضلوا. يحيى ما شاء الله للمرة الثانية يكون اسمه في التصويت، طبعا لازم تعرفون انه 50% هذا تصويت الجمهور، صح ولا لا يا ابو امجاد؟ 50% ايش؟ تصويت الجمهور، 30% عند ادارة الجمعية، و 20% عند ادارة البرنامج. طيب السفير عنده 100 غند، وكذلك عنده 100 أخرى للمعاونين له. يا ترى إن كان السفير سعدون فهو يستاهل، أو إن كان عبد الله فهو يستاهل، أو إن كان يحيى فهو يستاهل. كلنا صراحة يعني الجميع يعني متنافس في التصويت، لكن نعلم السفير إذا جاء اسمك ترى عندك بعد الجلسة هذه في الريالتي هناك جلسة تختار فيها مع التايمر المعاونين لك. ممتاز. طيب عبد الله العنزي، حضورك هنا وقوفك معنا ويكون اسمك من ضمن الثلاثة اللي مرشحين للسفارة معناها أنك أنت من الثلاثة الأعلى في التصويت، لا من تصويت الإدارة ولا من الجمعية ولا من الجمهور. فشكرا لك يا عبد الله على يعني حماسك وعلى تميزك اللي خلى الشباب يختارونك من ضمن الثلاثة الأوائل، وبإذن الله يحالفك الحظ أن تكون سفيرا الوقت في الأسابيع القادمة. الله يجعلني عند حسن ظنهم وزود. شكرا يا عبد الله، بإذن الله السفير يكون من نصيبك الأسبوع القادم أو اللي بعده أو اللي بعده. شكرا. يحيى للمرة الثانية بعد وقف معنا هنا، وكان يعني من الأشخاص كذلك اللي أخذ أعلى تصويت من ضمن الثلاثة، وأنا ودي يعني أبو تركي ودي تحط منتج كذا في المتجر للسفير خاص. أوه استاهل الشيخ يحيى. أبشر. طيب هو تبي ينفذ متى؟ بعد ساعة ولا تبي الآن؟ اللي تشوفه. إذا طبعا إذا صار هو السفير أنا الحين بعد على إذا صار إذا صار إذا صار، وهذا من تفاؤل أبو تركي ومتميز يحيى. يحيى خذ من أبو أمجاد كم؟ 30. هل هذا الشيء بيخلي يحيى أن السفير القادم مثلا لو كان سعدون أو كنت أنت بتقول بمشي على خطة أبو أمجاد في أني ما أعطيه حرق غندات كثير؟ والله أساسا إحنا كسبنا الأزرق قبل الغندات، يعني هالغندات هو ديدا لنا كمتسابقين وكأحد محاور وعناصر. هل أنت مثال يحتذى به في المعاونين؟ شوف نفسك؟ والله إذا أخذتها راح تشوف إن شاء الله مخرجات المبادرة بإذن الواحد الأحد. يعني أنت تحط اللوم على أبو أمجاد ولا اللوم على بالعكس بيضل وجهه ما قصر، وعد هو يرجع له لأمانته ما قصر بيضل. يا سلام. طيب أنا قبل ما أعلن السفير، لأن خلاص بنعلن السفير بنختم، أشكر أبو تركي، أشكر بندر السماري على حضورهم تشريفهم لنا من حائل، وجمعية رفاق مميزة. شكرا أبو تركي، شكرا بندر السماري، شكرا كذلك للجميل فيصل مطيري أبو مشعل، شكرا كذلك لناحي بن جلبان على حضوره صوته العد. والله العظيم أنكم أنتم أصحاب الفضل، وأنتم اللي أعطيتونا من وقتكم وشرفتونا، فشكرا لكم، لأن إذا أعلننا السفير نطلع بالشارة على طول. السفارة كانت بين
سعدون السعدون وبين يحيى ابن معيط. يحيى كان المعاول لأبو أمجاد وحصل على 30 حرق غند من أبو أمجاد. والله إنهم كلهم يستاهلون جميعاً. سهل الطيب. وبإذن الله إن اللي بيأخذ السفارة هو اللي بيكون مع الشباب عون لوقف أيتام حائل التابع لجمعية رفاق بحائل. نقول ألف 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 تحية وتقدير لسعدون السعدون أن يكون سفير لوقف. سهل 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 ومساعد. مشاهدينا الكرام مشاهدينا الكرام نلقاكم على خير في أمان الله. المجد منا كل حب والقلب عنكم ما سلا وضيوفنا ذوق وأدب وحبورهم كل حلا. يا مرحبا هلا ورحب يا مرحبا هلا ورحب.